الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين. متابعين الكرام أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. مرحبا بكم في هذه الانطلاقات وفي هذه الأشواط الخاصة بسن الحقائق وفئة القعدان في هذا الكرنفال وفي هذا المهرجان، مهرجان سيدي ولي العهد لسباقات الهجن. اندفع بحفظ الله ورعايته شوطنا التاسع، اندفعت الأسماء والشعارات باحثة عن الفوز وباحثة عن الانتصار. لا شك بذلك بأن الجميع يبحث عن الفوز ويبحث عن الانتصار. هنالك مقدمة الشوط مع زعفران، يا زعفران. يتقدم حمد بن بطي بن محمد الغفلي. مرحبا بأشقائنا من دولة الإمارات من يتقدمون على الصدارة الأولى وعلى مقدمة الشوط. المركز الثاني التقدم والوصول من بركان ومحمد بن حمد بن صالح المري. من يقدم لنا بركان على المركز الثاني؟ المركز الثالث التقدم متابعين الكرام، وصل طايش، وصلكم فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين. من يقدم لنا طايش؟ المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات، التقدم من مشغل، وصل نايف بن خالد بن سعيد الهاجري. من يقدم لنا مشغل على المركز الرابع؟ خامس التحدي شعارك يا براية، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى طايش، العودة إلى بن حثلين. من يقدم لنا طايش؟ ولكن الوصول، التقدم في هذه الأثناء من الصداوي وعبد الله بن عبد الهادي المري. من يقدم لنا الصداوي؟ وأيضا الوصول من شعار الآل عبيد مع مشغل ونايف بن خالد بن سعيد الهاجري. ولكن الصداوي، اسمع صوت الجمهور، صدى الجمهور مع الصداوي عبد الله بن عبد الهادي. ولكن طايش، يا طايش، طايش والصداوي، الصداوي وطايش، الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية، طايش والصداوي. كان الدخول جماعي ما بين الاسمين. ننتظر لحظات الفوتو فينش ولحظة الإعادة لكي نتابع من احتل المركز الأول والصدارة. نعود باللحظات متابعين الكرام الأخيرة ولحظات الفوز والانتصار. المركز الأول كان الوصول متابعين الكرام. سلمان معه محمد الحزم بدار، شمار يدينا واخلد النظواري، وقلبنا سيف الوطن والنهار. يا محمد سابنا نبني عليها يداري، اللي خلاها بيدها لنا الأكبر، يا بابا هذا الدور عام. تهانينا متابعينا الكرام وألف مبروك لعبد الله بن عبد الهادي بن حمد المري على الفوز والانتصار. لحظة الوصول إلى خط النهاية، ثلاث دقائق بدون ثواني و 24 جزء من الثانية. المركز الثاني كان الوصول، المركز الثاني متابعينا الكرام. ولحظات تنويه بأن
الصداوي كان صاحب أفضل توقيت في هذا الصباح. تهانينا والف مبروك لمالك الصداوي عبد الله بن عبد الهادي المري. المركز الثاني كان الوصول مع شعار فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين 3 دقائق بدون ثواني و35 جزء من الثاني. المركز الثالث كان مع شعار آل عبيد من قدم مشغل مع المركز الثالث 3 دقائق وثانية و79 جزء من الثانية. المركز الرابع وصل متابعينا الكرام عالم دار وعبد الله بن محمد بن فهيد المري. المركز الخامس خامس الأسماء مع رعد ومشاري بن عوض العنزي. تهانينا والفي مبروك لجميع الفائزين.